الجايزه منوره ليك صح ومنوره وجودك معانا وتشريفك ليه. اكيد طبعا سعيد ان انا اكسب جايزه خصوصا من بلدي. اي جايزه بصراحه اول ناس بتيجي في دماغي عيلتي والناس في مصر، الناس اللي دايما بتحس بالدعم بتاعها والناس اللي دايما بتقف جنبي في كل حاجه كويسه وكل حاجه وحشه. فاكيد سعيد ان انا اكسب صفر من اتحاد الكوره والوزير كل الناس اللي موجوده. فمحتاج حاجه تديني دعم على الاقل وان شاء الله ربنا يحفظنا للناس ويرجع عليكي اكثر من كده. ان شاء الله. شكرا جزيلا سياده الوزير، شكرا جزيلا للشعب الامريكي. اتفضل حضرتك. طبعا بقى مش عايز اقول لك لو قلت لك ان انا معايا مثلا 280,000 مليون سؤال بس هم طبعا مقلبين عليا ومحرجين عليا من خمس شباب كتير بيسالوا محمد صلاح لو اب شايف منه حاجه، شايف ان ممكن يكون في يوم من الايام حاجه مهمه لنفسه ولبلده، تنصحه يساعده ازاي؟ عموما من جيل والدي ما كانش شباب موجود هنا. تقريبا والدتي كانت عايزاني ابطل كوره بس والدي كان دايما بيرفض الفكره دي. والدي كان دايما هو اكثر داعم ليا، والدي وخالي كان دايما برضه في نفس الاتجاه. فوالدي بصراحه ساعدني بشكل كبير جدا ان انا اكمل المعاملين. جات لي فتره برضه في المعاملين قعدت احتياطي وكان والدي بيطلب عليا ان انا خلاص مش عايز هو مش عايز السفر ده كله اربع ساعات رايح اربع ساعات جاي واقعد احتياطي. فوالدي كان هو الداعم ليا قوي والله. فاكر لحد دلوقتي قال لي كابتن كنت على احتياطي، كل اللعيبه الكبيره على احتياطي، كل ده بيمر في حياتك وهشوفه. بس ده راي عام بس في بقى بس في الاخر ده شرف لينا كلنا كمصريين ان الاهلي والزمالك في النهائي وان الفاينل مره عندنا هنا على ارضنا. فدي حاجه مشرفه لينا ولازم نستفيد بيها كلنا. ويا ريت يا ريت يا ريت اي حد من الفريقين اللي يكسب الناس الجمهور التاني بقى يقول مصر دي حاجه ما بتحصلش كتير ماشي على ارضنا. وطبعا الناس عارفه عايز انه يكسب بس لا كلنا بقى عايزين ينزل مش هضرب. اخيرا وصول الاهلي والزمالك لفاينل تشامبيونز ليج وصول بيراميدز لنهائي الكونفدراليه ده ممكن يخلينا نحلم